السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع برنامج أو موقع جديد من موقع أوتوديس اسمه داشر 360. تقدر تكتب داشر 360.com هتدخل عليه، تقدر من هنا تقول له مثلا عايز أشوف المبنى هوت، طيب يجيب لك المبنى كله. طب أنا عايز مثلا الجراوند، طيب أنا عايز مثلا جزء معين أو دور معين من الجراوند، فيبدأ يجيبه لك. غرفة معينة فيبدأ يعمل لك عليها تركيز، وهنا هتلاقي الداشبورد هيقول لك مثلا الصوت اللي موجود، درجة الحرارة قد ايه، السي او 2، كل الحاجات دي في سنسور في المكان. يعني الحاجات دي مش تخيلية او كده، لا ده في سنسور في المكان بيبدأ يجيب لي كل المعلومات اللي انا محتاجها. سنسور موجود اهوت بيقول لي الساوند قد ايه، التمبريتشر قد ايه، السي او 2 قد ايه. فالمعلومات دي قيمة جدا تقدر تستفيد منها. هنا تقدر تشوف نافيجيشن بقى مثلا الدور الاول الثاني الثالث وهكذا. هنا تقدر تقول له اكسبلود مود، يعني اكسبلود مود يعني ابعت لك ابعت كل عنصر على التاني عشان ابدا اركز وابدا اشوف المبنى كله عامل ازاي. مثلا دوت تقدر تعمل اكسبلود ليه بالشكل دوت.